تأتي هذه المبادرة الرائدة من قبل مجلس الوظيفة للتعليم وتعزز موروثاً ثقافياً أصيلاً في هويتنا العربية الإسلامية في مجال القراءة، ونحن نفتخر بأننا أمة اقرأ، فقد حثنا المولى عز وجل ورسولنا الكريم على القراءة وتأمل الكون استيعاب وفهم حضارات الأمم التي سبقتنا والإفادة أيضاً منها في حياتنا اليومية. وأقول إن القراءة هي رحلة متصلة لفهم الماضي وإنارة للحاضر ورسم المستقبل المشرق، ومن هنا فإني أشد على أيدي القائمين على هذه المبادرة، ويسعدنا كأباء وأمهات وتربويين المشاركة الإيجابية في هذه المبادرة الوطنية، والتي نعتقد بكل ثقة أنها ستحمل كل الخير لأبنائنا وبناتنا في مختلف مراحل التعليم، وتعزز أيضاً من ركائز النهضة الحضارية في دولتنا تحت رعاية قيادتنا الرشيدة.